صباح الخير، انا زهراء، اهلا بيكم في قناتي. النهارده هنعمل الحاجه اللي انا هعملها زينه هنا للليفنج روم بتاعتي بمناسبه رمضان. فهنعمل مع بعض زينه رمضان، الفرع اللي انا هعلقه كزينه لرمضان هعمله بايدي. طبعا ما ينفعش نبقى كرافترز وما نعملش زينتنا بنفسنا وحاجاتنا بنفسنا على الاقل، يعني في رمضان وفي المناسبات اللي هي لطيفه. تعالوا نشوف مع بعض انا هعمل ايه. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتتابعوا كل الحاجات الكرافتي اللي انا هعملها ان شاء الله. النهاردة انا هعمل زي فرع كده من فوانيس رمضان ومعاها شوية تاجز كده. التاجز دي هلزق عليها بعض الجمل اللطيفة. هستخدم في فيديو النهاردة الستامب دي. الستامب دي موجودة عند دعاء في بيج دودو، كلها حاجات رمضانيات كده. هي اول ما نزلتها طبعا على طول جبتها، روعة جدا ومناسبة جدا لان احنا نعمل بيها زينة رمضان. وكمان هستخدم القطاعة دي، ودي برضو قطاعة من عندها فيها حاجة زي الفانوس، برضو هيبقى حاجة حلوة قوي وهوريكو انا استخدمتها ازاي. وهستخدم قطاعة تانية بتعمل الشكل ده، شكل بانر كده. فانا قطعت من الجليتر، الفوم الجليتر، بانرات مختلفة بالالوان دي من فوم الجليتر. انا ليه اخترت الالوان دي؟ انا بصراحة هقول لكم رأيي غير معتاد، يعني مش عارفة انتوا بتحبوه ولا لا، قولولي في الكومنتس انتوا بتحبوا الخيامية ولا لا. بس انا ما بحبش الالوان بتاعت الخيامية الحقيقة، ما بحبهاش، يعني بحس ان هي زحمة قوي. ممكن تبقى في مكان، ممكن تبقى زينة لمكان، انما بحسها في البيت ان هي تتحط على كل حاجة او تتحط كمفارش وكديكورات وكزينة مثلا، بحسها ان هي تو ماتش في الالوان. فانا مش من انصار قوي او مش من مؤيدين قوي الالوان بتاعت الخيامية، بحس انها كتير قوي على العين جوه البيت. فانا اخترت ان انا هعمل الوان. طبعا كل حد هيعمل البانر ده او العمل الفني ده زينة البيت بالألوان الشائعة في البيت. يعني أنا عندي في البيت الألوان الشائعة هي الأخضرات ودرجات الأخضرات والأزرقات والفضي والأبيض. فأنا دي هي الألوان اللي أنا هعمل بيها البانر بتاعي. يعني أنا ما ينفعش قوي أجيب حاجة خيامية أو أجيب ألوان، حتى الفوانيس دي لو أنا هعملها هاند ميد ما ينفعش أعملها ذهبي وأحمر وأزرق، يعني ما أقدرش أعمل حتى الألوان اللي مستخدمة في الخيامية في العمل الفني ده. فانا هختار الالوان اللي تتناسب مع البيت، وفي نفس الوقت دي فايدة ان احنا نبقى كرافتر، ان احنا نقدر نعمل الحاجة بتاعتنا. يعني مفيش مشكلة ان انت ان احنا نعمل الحاجة اللي تعبر عننا احنا، او تعبر عن بيتنا، او تعبر عن ذوقنا حتى. بما اننا كرافتر مش لازم نفولو الحاجة اللي هي منتشرة يعني. اوكي، هنيجي دلوقتي. انا قطعت زي ما انتوا شايفين كده القصاصات دي كلها، تمام. البانر ده عملت ستامبنج ليه الجمل اللي هي كبيرة شوية، عملت لها ستامبنج بالشكل ده، وهنلزقها على كل بانر كده. هنلزق واحدة من الجمل اللي معمول لها ستامبنج دي على يعني على التوالي كده، وبرضو جملة رمضان، رمضان مبارك، دي الشكل ده برضو نفس الكلام. وهي استخدمت فيها الستامب دي ومعاها الهلال والنجمة دي مع بعض في نفس الشكل. هنا البانر لما بيتقص ما بيكونش كده، ما بيكونش فيه فتحات ولا حاجة، فانا هدخل فيه طبعا الخيط بتاعي. فانا عملت هنا علامتين وهاجي بالخرامة، ما عندناش، نستخدم الخرامة العادية اللي فيها فتحتين ونفتح بفتحة واحدة منهم وهنخرم الشكل ده كده. الشكل ده ممكن يتقص بالايد لو احنا ما عندناش قطاعة بتقطع الشكل ده، احنا ممكن ناخد مقاسات او نجيب تمبليت ونقص الشكل ده، سهل قوي ان هو يتعمل حتى بدون قطاعة او حاجة، تمام. وهنبتدي نلزق كل الحاجات اللي احنا عاملين لها ستامبنج دي، هنلزقها على البنرات دي كلها اللي احنا مجهزينها. هلزقها وهوريها لكم بعد ما تتلزق. حاجة كمان، انا طبعا بعد ما قصيت الفانوس ده كده
الفانوس بعد ما تقص بيبقى معاه اجزاء مختلفة، انا هقصه دلوقتي قدامكم ووريكم، بيبقى معاه اجزاء مختلفة. طبعا احنا الاجزاء اللي بتيجي معاه دي نقصها باللون اللي احنا عايزينه، بيبقى معاه قطعة بتاعت الايد وفي قطعة هنا وقطعة هنا، عملت لها ديستريسنج كده ولزقتها. وبعدين هنا ده شايفين ده جزء شفاف، الجزء الشفاف ده انا عاملاه بورق. لو احنا عندنا الفيلم ملون ماشي اوكي تمام، لو احنا ما عندناش او عايزين نعمل درجات مختلفة، يعني انا هنا عاملة درجات مختلفة من الفيلم دي، ده غامق شوية، ده مثلا تركواز شوية، او يعني مدي الشيد بتاعه مدي على مخدر شوية، يعني المهم ان احنا لو عايزين نعمل درجات مختلفة او حتى ما عندناش الفيلم الملون، فببساطة شديدة بنروح جايبين ماركرز، الكحول ماركرز. الالكحول ماركرز هي الوانها بتثبت على الفيلم وفي نفس الوقت بتندمج مع بعض، وفي نفس الوقت برضو ما بتخليش الورق اللي هو الكلك ما بيخليهوش يتعوج. يعني احنا لو استخدمنا ميديم يكون فيه مية هنلاقي الورق ده ما بقاش مستوي كده، هيبتدي يبقى مكرمش شوية. فلو احنا مش عايزين الكرمشة دي فببساطة هنروح جايبين ماركر زي ده، الماركرات دي انا جايباها من مكتبة كرييشنز، هنلون كده بس بمنتهى البساطة، يعني هنلون كده على ورق الكلك بتاعي، فهيديني ورق كلك ملون باللون اللي انا عايزاه تمام. فهيبقى كده ببساطة، هنسيبه شوية لحد ما ينشف، هو بياخدش وقت يعني بينشف سريعا جدا، ونستخدمه بعد كده في التزيين. ايه هي القصاصات اللي انا هقص منها الفانوس بتاعي؟ هاجي هنا كده هقص الفانوس نفسه، البيز نفسها الاساسية هقصها من ورق الفضي، ممكن نعمله من الورق الذهبي، ممكن نعمله اسود، ممكن نعمله احمر زي ما احنا عايزين. البيز دي هقصها من الورقة الخضرة دي، دول كده هعديهم في البيك شوت او حتى مكان دودو اي جهاز للقص اليدوي. وهاجي اقص برضو القطعة الصغيرة دي، وهاجي اقص الايد بتاعت الفانوس، هقصها من كارد ستوك ميرور كده تمام. فانا هقص دول في البيك شوت وهرجع لكم تاني هوريكم القصاصات شكلها ايه. رجعنا تاني بعد القص، دي اشكال القصاصات اللي بتطلع معانا، بيطلع الجزء ده اللي هو الجزء الاساسي، وبيطلع في قصاصتين صغيرين كده ديتيلز يعني، والايد بتاعت الفانوس. فانا هاجي هنا هعمل شوية ديستريسنج باي اي حبر عندي يكون ووتر رياكتيف، نبتدي ندي بس كده تحديد بسيط للقطعة دي كده، هنحددها كده. طبعا الخطوة دي اختيارية، يعني في ناس بتستخدم ورق يكون فيه ملمس مثلا ولا حاجة ومش بتعمل ديستريسنج، بس انا عشان الورق ناعم قوي ما فيهوش اي تفاصيل، فانا حابة ان انا اديله شوية تفاصيل. وهاجي الزق القطع بتاعتي، هنا انا اللي استخدمت البي 7000 في اللزق ده عشان اللزق العادي احنا ممكن نستخدم دبل سايد تيب او لزق مثلا زي البي 7000، هو ده اللي ممكن يلزق حاجة على الورق اللي هو الميرور ده. الورق الميرور ده لو لزقنا باللزق العادي بعد شوية بنلاقيه فك، فانا عشان انا هعلقه عايزاه يفضل طول الشهر ثابت، ما لقيش حاجة وقعت من البانر اللي انا معلقاه ولا حاجة، فبستخدم حاجة تكون ديورابل يعني وكويسة، انا عارفة انها مش هتفك ولا حاجة. ده برضو احد الحاجات اللي بتميز يعني اي شغل بين ان هو شغل محترف وما بين ان هو شغل اي كلام، يعني ان احنا حتى انواع اللزق واحنا بنختارها مهمة جدا، عشان هي اللي بتحافظ على الشغل وتخليه بيعيش اكتر. يعني الحاجة المتقنة المعمولة بروفيشنال هي الحاجة
ما تتغيرش او ما تفكش او كده بمرور الوقت. تمام كده، فانا هلزق لزقت ده كده خلاص. هنيجي بقى نضيف الفيلم ازاي. انا الفيلم بتاعي خلاص اللون اللي عليه نشف، هاجي اضيفه، هوريكم بقى هنضيفه ازاي. هنحط لزق على الظهر بتاع الفانوس والجوانب دي كلها هنحط عليها برضو وهلزقه هنا كده. نراعي ان احنا واحنا بنلزقه ما نحركوش بقى، بعد ما نحطه ما نحركوش. انا حطيته كده تمام، وهاجي احط فوقه حاجة مثلا تثبته كده في مكانه واسيبه 5 دقايق ولا حاجة، لان اللزق البي 7000 من الحاجات اللي ما بتلزقش فورا، لازم نسيبها ونديها وقتها 5 دقايق كده ولا حاجة، هنلاقيها لزقت وخلاص ما مش تبقى تتحرك، عشان هنعمل خطوة بعد كده اللي هي خطوة ازاي الشكل يتحول من كده لكده. خلاص دي لازم الخطوة دي عشان تتعمل يكون الفانوس بتاعي لزق تماما في الفيلم وما بتحركش خالص، ما ينفعش نعملها الا لما ينشف. خلاص هنشفها، هسيبها تنشف شوية وارجع عبال اثناء ما انا اوف كاميرا هلزق دول الايمجز اللي انا عامله لها ستامب دي، هلزقها على البنرات وهوريكم شكلها لما ارجع ان شاء الله. رجعنا تاني، انا هنا ابتديت زي ما انتم شايفين عملت ديستريسنج للحروف بتاعت الحاجات اللي انا عامله لها الايمجز اللي انا عامله لها ستامبنج دي، عملت لها ديستريسنج بلون اصفر. فانا قلت اصور لكم الجزء ده اوريكم هيبقى شكله ايه. هنا انا لزقت على الفوانيس، لزقت الجمل مكتوب عليها رمضان كريم. لسه الفانوس اللي احنا بنعمله هنعمله طبعا مع بعض، هوريكم احنا هنعمل الجزء ده ازاي. بس انا هنا بلزق كل الجمل الاوريدي لان هم طبعا عددهم كبير جدا، فاحنا هنعمل مع بعض واحد والباقيين هوريكم بس شكلهم بيبقى ايه. فهنا الجملة انا عملت لها ديستريسنج للحروف بتاعتها ولزقتها على الفيلم. اللزق على الفيلم برضو نفس الكلام، بنلزق بيه لزق دبل فيس اللي هو دبل سايد تيب، او بالبي 7000 او بالجلوسي اكسنت، اي حاجة من الحاجات دي هي اللي هتلزق على المادة دي، المادة الفيلم دي. اوكي، وهسيبهم ينشفوا برضو نفس الكلام وهنشوف مع بعض. انا هنا لسه ما لزقتش طبعا، هنا المادة دي فوم والمادة دي ورق، فهنلزق المادتين دول على بعض او هنلزق التو ميديمز دول على بعض ومسدس شمع عادي هنا هيلزق عادي لان مفيش تعارض، او بعد كده مش هيفكوا. الورق بيلزق كويس جدا على الفوم الجليتر بمسدس الشمع. ده شكلهم، دول انا عملت لهم ديستريسنج وجاهزين عشان يتلزقوا، فانا هلزقهم وهوريكم هنا احنا بنعمل ايه. هنا ده عندنا ديستريس انك، اي حاجة مكتوب عليها ووتر رياكتيف داي انك هيبقى مناسب، او حتى لو بيجمنت انك مناسب ليه الديستريسنج. انا بحب قوي الفينجر دابرز دول وبعمل كده، بعمل ديستريسنج للاحرف داير ما يدور باللون الاصفر. ليه برضو انا اخترت اللون الاصفر؟ عشان هو لون يعني مناسب للالوان دي وهيدي كونتراست كده ما بين اللون بتاعي في القاعدة وما بين البانر بتاعي وما بين الورقة اللي معمول لها ستامينج، فهيحددها اكتر وهيخليها تبقى واضحة اكتر. تمام، زي الفرق بين هنا، دي مش معمول لها ديستريسنج ومحطوطة كده، ودي معمول لها ديستريسنج، شايفين. وبرضو في حاجة تانية، مغزى تاني ان انا استخدمت اللون الاصفر بالذات، ان هي هنا في الفانوس يبقى شكلها كلمة رمضان كريم يبقى شكلها كأنها اللمبة بتاعة الفانوس، فاستخدمت اللون الاصفر للسبب ده. فهنا هاجي كده وهاخد اللزق، هحط نقطة لزق هنا، مش نقطة يعني داير ما يدور كده شوية، وبعدين هلزقه في نص الفانوس. تمام، انا بلزق هنا على عشان دي المادة اللي هو الكلك، هلزق الورق على الكلك بلزق مناسب اللي هو الدبل فيس او الدبل سايد تيب او اللزق ده.
خلاص انا كده وريتكم الخطوة دي، هكمل بقى لزق كل الحاجات دي وهنرجع عشان نشوف الخطوة بتاعة القص، قص الفانوس هتبقى ازاي. رجعنا تاني، ده خلاص نشف. انا هنا لزقت كل الجمل على البانرات، هوريكم هنا كده بقى شكلهم، لزقناهم بمسدس الشمع كده، خلاص كلهم اتلزقوا وجاهزين ان احنا نعلقهم على طول في الخيط بتاعنا. الفوانيس دي برضو خلاص بقت جاهزة اهي، تمام، لزقت في مكانها برضو نفس الكلام، لزقناها باللزق البي 7000، وبرضو دول كلهم بقوا جاهزين. باقي واحد بس هعمله معاكو من اول، هنعمل الجملة بتاعته حتى ما عملت لهاش ستامنج عشان اوريكو خطوة الستامنج برضو بتعمل ازاي. هاجي هنا، ما عندناش الستامب بوزيشنر ده، مش لازم خالص، نستخدم يعني نعمل ستامبنج عادي جدا. فانا قصيت هنا قصاصة شكلها دايرة وهاجي احطها هنا. انا طبعا الورقة دي صغيرة قوي انها تتثبت بالماجنت بتاع اللي بيجي مع الجهاز ده، فانا ببساطة بحط نقطة دبل سايد تيب. الدبل سايد تيب ده ريموفابل نوع معين، بيتشال تاني يعني، فبحطه كده. طب بيتنظف ازاي؟ يعني هو موجود هنا، طب هو بيتنظف ازاي من الجهاز بتاع الستامبنج؟ ببساطه بالاسيتون. الاسيتون وايبس مثلا ولا حاجه، واحده وايب كده، ونعمل لها نحطها في الاسيتون وننظفها، هتنضف تماما تماما وهتبقى تمام. ده عشان ازاي نثبت قطعه ورق صغيره على في بالستامب بوزيشنر. يعني ايه لازمة الستامب بوزيشنر؟ ليه استخدمته؟ عشان انا ببساطة ثبتت الورقة اهي، وهاجي هنا احط دي كده، اتأكد ان هي في النص تمام، واعمل ستامبنج. ليه بستخدم الستامب بوزيشنر من اساسه؟ انا بستخدمه ببساطة عشان اهو الحبر، بستخدمه عشان اقدر اعمل ري ستامبنج. يعني انا عملت ستامب والستامب خصوصا في الكلمات والجمل ما طلعتش مظبوطة، ارجع اعمل ستامبنج بالظبط في نفس المكان، وده ما بيبقاش متاح لو انا بعمل ستامبنج بايدي وخلاص. يعني بعمل ستامبنج بايدي خلاص، يا نفعت يا ما نفعتش، اهي طلعت كويسة من اول مرة. فلو ما طلعتش كويسة بروح حاطة حبر تاني واروح عاملة ستامبنج، فبيعمل ستامبنج في نفس المكان بالظبط. فدي ميزة الستامب بوزيشنر بتاعي. خلاص، وهاجي هنا اهي الجملة، هي اي جملة بقى عندنا في الستامب سيت هقدر استخدمها. هنا انا استخدمت دي اللي هي رمضان كريم، وبعدين برضو نفس الكلام هعمل الحروف، هعمل لها ديستريسنج نفس بالظبط اللي عملناه في الباقيين. بس انا قلت اوريكم برضو الخطوة اللي هي بتاعت الستامبنج نفسها، ما شفتوش يعني، انا عملت ستامبنج كتير جدا لكل الجمل، فدي نبذة بسيطة ازاي الخطوة بتاعت الستامبنج بتتعمل، تمام. دي خلاص كده جاهزة عشان تتلزق على الفانوس ده. تعالوا نشوف القص، خطوة القص. خطوة القص بتتعمل بالكرافت نايف، هاجي كده هثبت ايدي، يعني هجيب اي ورقة، انا هجيب ورقة هنا وهثبت ايدي عشان ايدي تبقى ثابتة بقدر الامكان، وهاجي هقص هنا، يبقى كده ان انا طالعة في الكادر، ايوه تمام. وهاجي هقص الجزء ده اللي هو خارج مش بره الفانوس قوي، تمام، هاجي اقص كده حدد يعني ايه هو الجزء اللي انا مش عايزاه من كل الفانوس. لا مش من كل الفانوس، هو بس من الجزء ده. وهاجي هنا من ورا هشيل ببساطة الجزء اللي انا مش عايزاه، اهو كده النص ده كده اتعمل.
اهو. هاجي للنص التاني برضو نفس الكلام، ادنى تبقى ثابته، عشان كده انا حطيت هنا، عشان انا بعمل على ازاز فحطيت ورقه عشان اثبت ايدي عليها. مهم قوي ان الايد تبقى ثابته. وبتتعمل بايه؟ بتتعمل بالكرافت نايف دي، اللي هو التفريغ يعني. والقصه تبان صعبه، الحته دي تبان صعبه، بس هي مش صعبه خالص. اهو ببساطه هنقص كده، وهنيجي عند الجزء ده. احنا فرغنا، وهنيجي نلزقه واحنا بنشيل، ناخد بالنا. تمام كده، فكده خلاص اتقص معايا وبقى جاهز. وهاجي ألزق الجملة بتاعتي في النص نفس الكلام، هنلزق كده وهنحط الجملة هنا وهنسيبها تنشف، وهيبقى الشكل معانا حاجة شبه كده. خلاص كده البانر بتاعي خلص. انا هبتدي اركبه في الخيط بتاعه، وهوريكم شكله بعد ما يتركب ايه. هنركب ازاي؟ هنركب هنا، هدخل الخيط بتاعي او الريبن بتاعي هنا كده، وهيعمل واحده يعني بالتوالي، واحده فانوس واحده بانر، واحده واحده واحده، وهوريكم لما يركب شكله ايه قبل التعليق. خلاص خلصنا البانر، وانا هوريكم بقى لما علقته ده شكله. علقته هنا على الجدار ده كله، شكله لطيف جدا. نقدر بقى نظبط المسافات ما بينهم، لكن هو شكله لطيف جدا، ممكن يتعمل بكل الالوان اللي احنا عايزينها. انا عملته بالوان تتناسق مع البيت، ولزقته باللزق ده اللي هو التاكت ده، اتقال لي ان هو بيلزق على الجدار بدون ما يسيب اثر، فدي كانت استخدام لطيف للنوع ده من اللزق. كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. كل سنة وانتم طيبين، يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله. مع السلامة، باي باي.